أكد عضو هيئة تدريس كلية الشرطة راضي عبد المعطي على ضرورة مشاركة النخب في دراسة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب للنهوض بقطاع التعليم. جاء ذلك في لقاء مع التلفزيون المصري على هامش إحدى الجلسات النقاشية في الحوار الوطني. جلسة خاصة بمناقشة مشروع قانون وارد من مجلس الوزراء في إطار دعوة السيد رئيس الحوار الوطني وتأكيده على أهمية الاهتمام بتطوير التعليم وضرورة إيجاد كيان المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب. المشروع معروض على جلسة اليوم بمشاركة نخب متميزة من المهتمين بالشأن التعليمي، مفكرين، خبراء، أحزاب، لدراسة المقترح التشكيل الاختصاص. كل الهدف هو النهوض بالعملية التعليمية، الارتقاء بالعملية التعليمية، لأن التعليم أمن قومي. التعليم إذا صلح التعليم ده كله له مردود إيجابي على واقع الحياة المجتمعية في مصرنا الحبيب.